برحب فيكم من جديد مشاهدينا ببرنامج الحدث، وايضا بسرنا انه رحب من جديد بضيف استرافيق نصر الله مدير المركز الدولي للاعلام والدراسات. صباح الخير واهلا وسهلا فيك مجددا. ونبدا مباشره بتداعيات يوم 13 اذار يوم الاحد الماضي، اليوم الذي اقامته قوى 14 اذار واللي كان عنوانه لا للسلاح بشكل اساسي التنفس. كيف هلا بنشوف كيف ستواجه قوى الاكثريه الجديده على ابواب تاليف الحكومه العتيده هذا الشعار؟ بتحبي احكي بجاكيت ولا بلا جاكيت ولا بجرافات ولا بديش لحصبات؟ بس هذا صار البارجه هلا ايه، بما انه نحن صرنا بزمن الشلح بدنا نشلح، حتى نحكي نحن عم نشلح في ثقافة الشلح هلا، بس بغض النظر عن الشكل يعني او الاسلوب كان في مضمون، حتى البوز هذا مسروق، كان في مضمون لمعطيه، حتى هذا البوز مسروق من الرئيس اوباما، حتى اعلانهم مسروق من ولاية ميتشيغان تبع بلدية ميتشيغان تبعية الحجاب. حتى كلمة التنفس شوفي وين واردة مشان ما يحكلوناش براسنا. سفير الامير الفرنسي السابق اثناء الاحداث برنار امير ووافق إيمي على ان الوقوف مباشر، شوف شو قاله، لكنه على الاقل يعني عم بيحكي شو اللي كيف بده يسحقوا حزب الله كذا، مما سيمنح اللبنانيين فرصه للتنفس. حتى هي الكلمه يعني حوالين هذا الزلمه فريق، هلا هودي تعابير تستخدم بالخطاب السياسي يعني مش بالضروره تكون مش ما حدا يفتكر انه عم بيعمل البدع. فهمنا الاوتوكيو، فهمنا البوز هذا. وانا بدي اساله، انت قدام عبد العزيز بن فهد بتسترجي تشلحها هي الجاكيت؟ عم تهين اللبنانيين وعم تعمل بوزات؟ والله بتسترجي تفك هذا الزر؟ ليه اعتبرت انه فيها اهانه للبنانيين؟ اهانه كامله وسخريه ومسخره، هذا نوع من جذب الجماهير اي جماهير هونيك. فهمنا اذا اوباما يعني عملها مجتمع بيقف لانه ضمن دائره جمهور بالنص بيشلح الجاكيت، هذا عرف عند الامريكان. بس نحن عندنا هذا هالبوز اولا مش مهضوم، وثانيا هذا رجل مثل ما حاط له اليوم بالسفير كاريكاتير. وانا كانسان بدرب سياسيين واعلاميين كبار بالعالم العربي هون بقول له لعلك لا صوتك كويس ما ممكن في كاريزما، ولا شكلك كويس ككاريزما ولا لاشتك. قد يكون هناك ناس اعجبوا بي يعجبوا اللي بده يعجب يعجب يعني اللي بده يعجب يعجب. بس اذا نحكي نحن باللي بلشناه بالحشد، حتى الكذب الميديا هاي اللي عم يعملوها خلص انكشفت، ما عادش في يعني صار في على المسطره 1+1=2. المساحه اللي وقفوا فيها 15000 متر مربع. من وين جبت معلوماتك يعني؟ قال لي اللي ما عم هلا يصدقني، تفضلوا يشكلوا لجنه خبراء، وهي المديريه الجغرافيه للجيش اللبناني اللي بتصور بالهليكوبتر كل معلش مع المخابرات يقيسوا بالمسطره. وهذا اذا بدنا نشوف انه بكل متر في اربعه، وانا بشك انه اربعه بيحشروا بعضهم، خاصه جمهور نصه من طرابلس يعني لما بتطلع حلوه. بالتالي كيف عرفت انه نصا من طرابلس؟ ما مين في نص ما في في قدر هي تقدر ب 35000 من الاخوان من الطائفه السنيه الكريمه اللي جابوهم كلهم، و 20000 يقال انه جماعه المسيحيين 14 اجار جابوها ما بين الكتائب وما بين القوات. هلا تدنى يعني هن فضحوا حاله، والله العظيم عم بيقدموا خدمه من بعد مشهد طرابلس، وهلا عم بيقدموا خدمات. بس بغض النظر عن لعبه الارقام اللي بتبين قديش هزاله وسطحيه وسذاجه اللي عم بيخطط له بالاعلان وبالاعلام وبالسياسي، يعني ما بيكفي الموقف الخطير بالسياسي. وزير الكتائب وزير سليم الصايغ بيقول انه هن حوالي 800000 تقريبا، وانه هذه النسبه اذا بدنا نقارنها معلش لمعلوماتهم كان في النسبه العامه لعدد سكان لبنان هيدي برايه تشابه نسبه الناس اللي نزلوا وسقطوا النظام المصري. هذا برايه لانه غير صحيح، وعيب واحد يكون وزير بدوله يسوي الاشياء والحقائق. فهمنا ببعض الوسائل الاعلاميه هذه ضمن البروباغندا عيب، بس انا لما بدي اقول انا مستعد تفضلوا يشكلوا لجنه. وبس بحب اقول لهم شغله، اذا ضيعتنا نحن بحوله وبماس وبليده هو ثلاث ضياع صغار، نحن بنقدر نجيب اكثر من هذا العدد اذا رسقت عدده. انا ما عم بحكي نعم اسمح لي شيء، لانه في خبر عم يمرق على الهواء انه انتخاب المطران بشرى الراعي بطريركا جديدا للموارنه. ما بعرف اذا عندك تعليق، رح نكون اصلا مع كمان يعني بدنا نترحم على موقف مفصل من هالموضوع. كنت عندك معلومات او متوقع انه في صراع داخل الكنيسه المارونيه بين تيارين، تيار كان يريد ان يخرج البطريركيه من الاصطفاف السياسي، وفريق بده يكمل اجى بشار الراعي حسب ما بعرف عنه بده يكون اقصى من البطريرك. خلينا رح نحكي بهالموضوع بعدين حتى نكمل بحديثنا بغض النظر عن الارقام والاعداد يلي شاركت. ان شاء الله 10 يعني عم نسمع كثير تصريحات انه من 14 اذار، عدا عن انه هن بالنسبه لهم تقديرهم للاعداد اكبر بكثير يعني من تقدير فريق الاكثريه الجديده، ولكن بيقولوا انه هودي في قدهم واكثر واكثر بالبيوت ما نزلوا يعني كمان. ليش ما نزلوا؟ مش هودي كل ليه ما نزلوا؟ مش كل الناس بتنزل ونحن بنعرف انه كيف بالاول نزلوا؟
ليش مع 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 الانتصارات يعني اللي قدمها الفريق وصلنا لهالدرجة؟ ليش ما نزلوا؟ ليش بدنا نحكي الحقيقة؟ لكن في عنا نحن ملايين قاعدة بس هيك عم تتفرج عليهم. هذا الكلام انتهى. هذا الفريق كفريق هذا الفريق بكل بساطة انتهى. وعلى زمتي آخر مهرجان لقلوا بسياحة الشهداء. هذا الفريق انتهى ويتقلص. هذا الفريق اللي قدم الكثير من الإحباطات وأصبح اليوم صدى للصوت الإسرائيلي. أنا ما بدي أحكي شيء غير اليوم بس يتفضلوا بدنا لجنة تحقيق وطنية. لجنة تحقيق وطنية تحقق بهالفضائح اللي اليوم دور فؤاد السنيورة وفريقه والذي قد يصل إلى حد الخيانة العظمى. نحن بدنا نعلن أنا أطالب بتشكيل لجنة وطنية فور تشكيل الحكومة للتحقيق بهذا الأمر ومواقف فؤاد السنيورة ومحمد شطح وكل هالمجموعة أثناء ما كان دمنا على الأرض. شو كانوا هن عم يخططوا وشو كانوا عم يكونوا صدى للإسرائيلي؟ تماما نفس الكلام اللي عم بيقولوا هلا. يعني في شيء في فضيحة في فضيحة لما منشوف هذا الكلام أن ضرورة أن تساعد إسرائيل السنيورة لأن أي شخص آخر لا يمكنه أن يأخذ لبنان في اتجاه صحيح غيره. أشكينازي شو عم بيقول؟ تأكيد موقف تل أبيب من حكومة السنيورة موضحا أن إسرائيل هي ستعمل لتعزيز السنيورة وقوى 14 آذار من أجل تمكينهم غزة. هون شو بيحكوا؟ تماما عن ضرورة دعم سعد الحريري وفؤاد السنيورة وإيجاد تيار معارض عند الشيعة. عم نشوف نحن عم ينفذوا الأجندة الإسرائيلية. نعم رح أرجع لك. اسمح لي أنت إلى زميل مالك الشريف تعليقا على خبر انتخاب أو تعيين المطران بشارع الراعي بطريرك جديد خلفا للبطريرك صفير. مالك صباح الخير. صباح الخير كاترين. هل تأكد هذا الخبر وما هي المعلومات المحيطة والتفاصيل المحيطة به؟ كاترين المعلومات شبه الرسمية والتي باتت تقريبا مؤكدة أن المطران بشار الراعي هو البطريرك رقم 77 لانطاكيا وسائر المشرق للموارنة. الصرح البطريركي الآن يعني في المعلومات المتوفرة أن الوفود بدأت تحتشد عند مدخل الصرح. المؤشرات كلها تدل إلى أن المطران بشار الراعي حتى الساعة ليس هناك من إعلان رسمي. المعلومات المتوفرة لدي أن الإعلان الرسمي سيكون عند الساعة 12 ظهرا. الآن المطارنة بعد أن انتهوا من عملية الانتخاب الأولى لهذا الصباح يعني سيكون هناك قداس للاحتفال بانتخاب البطريرك الجديد وسيشارك المطارنة البطريرك الجديد هذا القداس الاحتفالي على أن تبدأ مراسم الإعلان عند الساعة 12 ظهرا بقرع أجراس الصرح البطريركي في تكركي ثم يلي ذلك فتح أبواب الصرح البطريركي أمام الصحفيين للدخول ومعرفة بشكل رسمي التواصل بشكل رسمي مع البطريرك الجديد والتي بات من المؤكد أنه المطران بشارة الراعي. في إشارة أيضا إلى أن المطران بشارة الراعي يعني هو الخلف للبطريرك صفير. فريق عمل المطران بشارة الراعي أصبح الآن أمام الصرح البطريركي وهو يعني يرتدي ثياب موحدة اللون ربطات عنق حمراء دليل للاحتفال. هذا الفريق هو الفريق الوحيد الذي حضر إلى الصرح البطريركي البطريركي. هذه من الإشارات أيضا إلى أن المطران بشار الراعي هو البطريرك يعني قبل الرسمية. الإشارات قبل الرسمية. نعم. في المعلومات المتوفرة أن العملية عملية الانتخاب والتي كانت انطلقت نهار يعني قبل يومين نهار الأحد بعد اليومين اللذين بدأ بالصلاة في الخلوة التي بدأت في تركيا. هذه العملية كانت ترجح الكفة للمطران يعني حتى لم يكن هناك من نتائج محققة للمطران بولس مطر ولكن كان هناك تقارب في الأصوات ما بين المطران بولس مطر مطران بيروت للموارنة والمطران بشار الراعي. حتى عملية الاقتراع الأخيرة مساء أمس كان هناك عمليتين عملية صباحية وعملية مسائية. عملية الاقتراع ليل أمس ساوت في الأصوات بين المطران بشار الراعي والمطران بولس مطر. عملية الاقتراع الصباحية اليوم أعطت ثلثي الأصوات للمطران بشار الراعي وبالتالي فاز بالبطريركية وهو أصبح البطريرك رقم 77 للموارنة في انطاكيا وسائر المشرق. كاترين شكرا لك. مندوبنا إلى بكركي الزميل مالك الشريف طبعا تأكد هذا الخبر مثل ما قلت رح يكون لنا أيضا تعليق من حضرتك عليه. ولكن قبل ما نتابع أيضا بإسهاب بالموضوع عسى ما ضلني أقطع الحديث اسمح لي أيضا أخذ اتصال من النائب في كتلة المستقبل الوزير السابق أحمد فتفت. صباح الخير معالي الوزير.
صباح النور. بداية، كيف سوف تكون الترجمة العملية للعناوين السياسية وللمشروع السياسي الذي أعلنته قوى 14 أذار الأحد الماضي في ساحة الشهداء؟ أولا، الأحد الماضي كان بداية للترجمة العملية من ناحية التحرك الشعبي. نحن أمام معركة سياسية طويلة المدى، نحن نعرف تماما أن المعركة ستكون صعبة ولكنها ستبقى ضمن الإطار السياسي والمدني. هي ستتنقل من معركة سياسية التواصل مع الناس إلى لقاءات جماهيرية، إلى أيضا العمل البرلماني المكثف، إلى العلاقات الداخلية مع اللبنانيين والخارجية مع المغتربين وأيضا مع أصدقاء لبنان في العالم. هذه هي الأطر، كل الأطر السياسية المسموحة من منطق القانون اللبناني ستستعمل لتحقيق الخطوط السياسية التي مت. ولكن الترجمة العملية لهذا المشروع ولهذا العنوان، خصوصا ما يتعلق بموضوع السلاح، سلاح المقاومة، إلى مدى هو صعب فعلا تحقيقه عمليا نظرا لدخول هذا السلاح يعني في معادلة الصراع العربي الإسرائيلي لأبعاد أبعد من يعني جدل سياسي داخلي فقط؟ سمعنا كلاما مشابها سنة 2004 و2005 في زمن البصاية، وقيل لنا أن المعركة لإنهاء البصاية في لبنان معركة مستحيلة لأنها أيضا ضمن منطقة التوازن الاستراتيجي في منطقة الشرق الأوسط وما شابه. أثبتنا العكس تماما. الشعب اللبناني أطلق صرخة مدوية يوم الأحد أنه نعم للمقاومة، شرط أن تكون مقاومة الدولة اللبنانية ولا للسلاح الموجود في يد أحزاب وأطراف ميليشياوية تدار في كل حين إلى صدور اللبنانيين، ولا تطلق طلقة واحدة تجاه إسرائيل منذ 5 سنوات. هذا المشروع السياسي نحن ندرك تماما أنه ليس بالمشروع السهل، ندرك تماما أن هناك صعوبات، ولكن هذه الصعوبات الآن تستأهل لأنه مستقبل لبنان على المحك، مستقبل الحرية الديمقراطية، منطق التعددية في لبنان على المحك، لأن هناك من يريد أن يجر لبنان باتجاه المنطق الأحادي، الحزب الواحد، منطق الميليشياوي، ضغط السلاح. هذا لم يعد مقبولا. الشعب اللبناني قال كلمته، هو أطلق عملية سياسية ستكون طويلة المدى، نحن نعرف ذلك تماما. نحن على أتم استعداد لخوض هذه المعركة بالأصول الديمقراطية بغض النظر عن كل التعليقات وكل التحليلات. أخذ عليكم معالي الوزير رفع الصورة الكبيرة للملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز في ساحة الشهداء، لماذا تم رفع هذه الصورة وهي بحسب هؤلاء أنه تناقض مبدأ عدم إرادة وصاية إقليمية أو عربية على لبنان؟ وماذا لو كان قد رفعت يعني صورة للرئيس بشار الأسد أو للرئيس الإيراني؟ ألم تكن الانتقادات يعني قد أمطرت على الأكثرية الجديدة في حال من هذا النوع؟ يعني أولا، صور الرئيس الإيراني وصور الرئيس بشار الأسد ترفع يوميا في كل أنحاء لبنان، رفعت في آخر المهرجان تحية خاصة من الرئيس سعد الحريري لخادم الحرمين الشريفين، ولا يجب أن تعطى معنى أكثر من ذلك. المهم أن الحشد اللبناني كان واضحا، كان حشدا سياسيا، والخطابات كانت خطابات سيادية، والمنطق للعبور إلى الدولة خارج أي إطار آخر. يعني هل هذا يعني عفوا أنه السعودية اليوم والملك عبد الله يبارك عنوان لا للسلاح؟ لا نريد ان نزج اسم جلاله الملك زياد خادم الحرمين الشريفين في هذه المعركه، سيستطيع ان يصدر هو رايه الشخصي، ولكن قلت انها تحيه من الرئيس سعد الحريري مباشره لخادم الحرمين الشريفين في هذا الظرف الصحي الذي نعرفه لخادم الحرمين الشريفين والضغوطات التي تعرض لها المملكه، فلنكن واضحين بهذا الشان. انما يجب ان نعود الى الوضع اللبناني لنرى كيف تتعامل الاكثريه الجديده وكيف تتعامل الرئيس نجيب ميقاتي مع هذه مئات الالوف التي كانت في الشارع. اتهمكم باستدراج الفتنه بالامس. أنا بستغرب، يعني أين رأى الفتنة؟ الفتنة عندما نطالب الدولة، عندما ندعم الشرعية، عندما نطالب بالجيش اللبناني، عندما نطالب بأن يسلم السلاح إلى الجيش اللبناني، عندما نطالب بعمل المؤسسات، هذه هي الفتنة. بينما الفتنة كانت في كلام بعض حلفائه مثل الجنرال عون عندما هدد بالسلاح لمن لا يقبل توجه هذا السلاح، والفتنة تكون في كلام الجنرال عون حول الرئيس الحريري، ولم نسمع كلمة واحدة من الرئيس نجيب ميقاتي حول هذا الموضوع. ربما
تعرفين يعني الطموحات والموقع والتحالف الجديدة تحدد أفاق الرئيس الميقاتي. هناك كلاما قاسيا حول هذا الموضوع في بعض الصحف اليوم، أتمنى أن يقرأ الرئيس نجيب ميقاتي ما كتبه علي حميد اليوم في النهار. طيب قلت معالي الوزير أنه فلننتظر كيف ستتعاطى الأكثرية الجديدة مع هذا الموضوع، برأيكم هل سيكون هناك تأثير يعني على البيان الوزاري وما له علاقة بشكل خاص بالمحكمة الدولية وبمعادلة الشعب والجيش والمقاومة؟ بالتأكيد إذا كان هناك منطق بالحد الأدنى على رئيس نجيب ميقاتي وعلى الحكومة الجديدة أن تأخذ بعين الاعتبار على الأقل هذا القسم الكبير من الشعب اللبناني الذي قال كلمته بشكل واضح، والذي لم يكن فقط في ساحة الشهداء، كان على الطرقات. لو رأيت الصور في جريدة النهار بالأمس لرأينا الطرقات مقفلة عمليا بعد المرفأ بكل الاتجاهات، فبالتالي هناك رسالة واضحة إذا لم يشاءوا أن يأخذوها بعين الاعتبار فهذا يعني أنهم سيقرأوا الخطأ، وأنا سأكون سعيدا من جهتي إذا قرأوا خطأ، لأن عند ذلك سيتصرفون بشكل خاطئ وسيقودون ذلك إلى ضربة سياسية موجهة إليهم. لا، فيما يخص الأعداد يعني والمحتشدين في ساحة الشهداء، يعني في تضارب هون بين تقديراتكم وتقديرات الفريق الآخر يلي اعتبر أنه كانت ضربة لكم لأنه ما كانوا كتار العالم يعني اللي نزلوا هذا يجعلني أتبسم. يعني عم نسمع كلام يومي حول هذا الموضوع. لا، سأقول لك، أنا لا أتحدث عن أرقام، أنا أقول بكل صراحة نحن فوجئنا بشكل واضح بحجم المشاركة، لم نتوقع أبدا مشاركة بهذا الحجم وبهذه الكثافة. أدى تقديركم يعني للأعداد؟ الطرقات بقيت مقفلة باتجاه الشمال والبقاع لساعات عديدة، النائب السابق أحمد فتوح لم يستطع الوصول إلى وصل إلى الحزمين، لم يستطع الوصول إلى بيروت، وكان حاضرا من البقاع وليس من الشمال. أدى يعني تقديراتكم معالي الوزير في يعني رقم تقديري للموجودين؟ ليس تقديراتنا، تقديرات القوى الأمنية من مختلف الجهات بحدها الأدنى كانت 700,000 ووصلت إلى تجاوزت 900,000 لبعض التقديرات، هذه تقديرات القوى الأمنية وليست لنا شخصيا. مختلف القوى الأمنية، تحدث عن حرس الجمهوري، عن الجيش اللبناني، عن قوى الأمن الداخلي، كانت لديها تقديرات بمئات الألوف. نعم، شكرا لك معالي الوزير النائب أحمد فتفت النائب في كتلة المستقبل على هذه المداخلة. برجع لك أستاذ رفيق نصر الله، وطبعا بنشوف انه يعني في تناقض وتضارب واضح يعني خصوصا فيما يتعلق بموضوع الأرقام. انا اطلب من قيادة الجيش اللبناني من مديرية المخابرات ان تتفضل تعطينا بمسؤولية الرقم الحقيقي. انا بيتفضلوا يسألوا الاف بي لماذا قالت عشرات الالوف فقط، الرويترز لماذا قالت عشرات الالوف فقط. حاج بقى نضحك على بعضنا ونضحك على الناس ونعمل ميديا وشو قال علي حميدي على اساس قدس سره، حتى لو عشرات مش عارف مين يعني. لا ان شاء الله يكونوا زلمه. هؤلاء امبارح كانوا عم بيمارسوا خطاب الفتنه والصدى للمشروع الاسرائيلي بي 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 بالبلد والتمهيد عبر ذلك للفتنه، واللي بده يحكي عن السلاح معلش اذا بده يقولوا لنا العشرات والمئات اللي بعتون عند عمر سليمان شو كان عم بيساوي، عم بيشموا الهواء بالجيزه، اللي رحتوا دربتوهم بالاردن بدهم بكره صورهم اسمائهم، ما يتفلسفوا علينا، ما بقى هذا التزييف، مشروعهم سقط. هذا الرجل اسمه سعد الحريري عنده كان سرايا حكومي، لانه خرج منها راح للدوز الاكبر، مفكر انه اذا وقف عم بيلعب لعبه اكبر منه، انه انا بطالب دغري بسلاح معلش انه بدي سلاح. عنوان سلاح حزب الله، معقول يا ابني يا حبيبي يا عمو يا اللي حد، لا اسرائيل قدرت عليه ولا الامريكان قدرت عليه ولا العرب تبعكم، بعدين حاطين صوره، هلا صرنا عارفين مين ولي الفقيه تبعكم، في عند الفريق الاخر ولي فقيه عم تقولوا الايراني، وهلا عندك الملك عبد الله ولي فقيه، ألم يكن ولي الفقيه الايراني بالموقع اللي ضد اسرائيل واللي عم يقاتل اسرائيل واللي ثقافته استعاده القدس، هذا الولي الفقيه المتامر معكم ومع المشروع الامريكي وعم بيصب بخدمه الاسرائيلي، صار لازم نحكي جواب الوزير فتفت انه اراد الرئيس الحريري ان يوجه نوع روح يوجه له، هو سعودي هو سعودي روح يوجه له، على فكره بتحدي يطلع جواز سفره بشو بيسافر، او انا شاهد على حادثه احد المسؤولين الخليجيين كنا بمطار قال لي بشو اقول لك رفيق الحريري سافر، قلت له والله ما بعرف يا طويل العمر، سال مدير المراسم على التليفون قال له الفريق اللبناني اللي جاي مع الحريري شو عاملين جوازات، قال له الكل اللبنانيين ما عدا هو جواز سعودي، يعني ما يزيدوا علينا، بده يشكروا روح تشكروا ليش بستقبلوا. طيب.
يروح يتشكر بالسعوديه ما بتشكروا هون. عم بيقولوا استقبلوا بس ما صور يستقبلوا. طيب احنا اصحاب مشروع واحد نحن خلصنا. طالما الموقف السعودي حاج نقول السعودي فيها قرارين، الموقف السعودي موقف متآمر بدءا من 2006 وقبل 2006. طيب. السعوديه نفسها هي اللي قاتلت عبد الناصر واللي قاتلت بعد العربي حتى يفهموا المشروع واللي هلا عمال تبعت هلا قوات لحتى تضرب ناس عم يطالبوا بحقوقهم الوظيفيه المعيشيه انه يكون لهم دور، يكونوا عسكر، يكونوا درك، يكونوا شيء مثل ما قاطعين. خلصنا بقى خلصنا هيدي الماليه السياسيه. عن اكثر من نقطه خلينا نبلش بموضوع الارقام اللي بلشنا فيه، حتى لو عشرات الالاف فقط شاركوا بهذا اليوم اشتفلوا. بغض النظر عن الرقم، الا يغير هذا الامر شيء؟ لن يغير شيء. هناك ناس لاول مره بينزلوا على الشارع تحت عنوان ما بدنا اسلحه. يا كاترين نحن عارفين حق قديش عصرفوا على الحمله الاعلانيه، وعارفين قديش عطوا حق للبوسطات. يا عمي هيدي فضيحه. هيدا طبيعي يدفعوا بنزين ويأمن حجب زي وسائل النقل. اشتروا الانتخابات النيابيه، اشترت لهم اياها السعوديه بالمليار. لا السعوديه اشترت لهم بالمليار وشوي الانتخابات وزيفت الحقائق، لانه كان في نظره امريكيه سعوديه مصريه على ايام الحج حسني انه ما بنخلي حزب الله بيعتبر ان او القوى المعارضه تاخذ السلطه. نحن عارفين كيف بيتم الحشد وشو السعر. ولو ما سالوا طلعت فضيحه على احد المحطات عاملين مقابلات عم بتقول له لواحد طلع ولد من عكار انت جاي مشان شو؟ قال له مشان سلاح. انا ضد سلاح. قال له اي سلاح؟ قال له استخدام سلاح الصيد. ما عارف حاله لشو جاي قابض 50,000 ليره المعطرين. بعدين انت بتطلق المستحيلات بتقول المستحيل. المستحيل عليك للي اخذت وسط بيروت والشط العاصمه سياحته اصبحت ملكك. المستحيل عليك اللي هلا الواجهه البحريه لمين عم تنباع. المستحيل عليك انك تاخذ الطائفه السنيه الكريمه على موقع عم بيقودها فيه سمير جعجع وانت جاي صف ثاني قدامه. حتى بهذا المهرجان هو كان صف ثاني قدامه. المستحيل عليه انه يصادر ذاكره الناس. المستحيل عليه انه 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 مفكر البلد هون اماره لإله. المستحيل عليه هو انه عم ماشي وعم يرفع شعار اسرائيلي بالكامل، شعار اسرائيلي بالكامل. هلا كل هول اللبنانيين لانه ما اجاش رئيس حكومه، كل هاللبنانيين اللي نزلوا على الشارع تيقولوا ما بدنا سلاح الجيش اللبناني بالتجيش الفتنوي. بدك على بكره ينزل مليون ونص حي اسرائيليون بدهم يعني بكره ينزل مع المشروع الصهيوني مع المشروع الاسرائيلي الكامل. شو بدي بالناس؟ هون الناس ابرياء، هون الناس عامه، هون الناس ماخوذين بالمصاري معروفه لك. يلا بدنا كل هالناس اتخذوا بالمصاري. يا ستي في تجيش مذهبي يا كاترين، في تجيش مذهبي، في تجيش مذهبي بالبلد اسمه سني شيعي، وفي ضد الجنرال عون، وفي ناس مهملون يا حرام. انه انا بدي اسال الشباب السني في بيروت، وعلى فكره حيتفاجئوا هلا بكره الاعداد من الـ من, الـ من القوى الثانيه المعارضه لسعد الحريري، في حدا يقول لي شاب سني انه الطبقه الوسطى وبالنازل بيقدر يشتري شقه ليتجوز فيها؟ كلهم على شرق صيد وعلى جدره راح، اخذ بيروت واخذ ذكرتها. اللي بده يحكي بالسياده والاستقلال ما بيقدم الوثائق. ولا هل اليوم كمان هلا اليوم تبين معلش انا بطلب باقتصاد عالمي عم يتاثر فيه. لا شو هالمسحه يعني شو هالمسحه اقتصاد عالمي على اساس نحن سويسرا ومخزن عنا على. وهون بدي اقول شغله، لا انه الامن العالمي بعد لحد هلا الاستثمارات كلها تجي على لبنان وغلت العقارات. يعني في تحليل شو هالمسحه شو هالمسحه يعني مش بايد حدا داخلي استثمارات شو بلبنان شو هالمسحه. على فكره بعد هلا ريال حسن وزير الماليه بحكومه التصريف الاعمال بتحداها تطلع تقول الرقم الحقيقي للدين العام. اصبح 81 مليار يا لبنانيين، 81 مليار. ولكن بتحداها تطلع تقول هيك ما عادش نقدر نعمل خدمه الدين. هذه فعل يعني سياسه السبيله. هل ممكن تجاهل سياسه من 92 لحد هلا؟ ولمعلوماته بس هلا مشان هو راح تجاوز الخط الاحمر بالموقف السياسي مش هيك والاستراتيجي. نحن بدنا نحاكم مرحله 92 صار كنا ساكتين، بدنا نحاكم سنه 92 لهلا. مين سرق البلد؟ مين فات على البلد مليار وقديش ظهر؟ مين بيقول كان مين بده يحاكم الحكومه الجديده يعني؟ الحكومه الجديده والناس مثل ما هلا اذا ما حدا حيشكل فريق للتحقيق نحن حنشكل محكمه شعبيه. نحن بنعتبر هذا اللي وارد خيانه عظمى. وحج بقى نروح لحقين كم واحد نقول تجسس واخبر العدو باخبارات عن موقع فلان. هيدا اللي كان عم بيبيع دمنا وبيبيع سياده البلد امام المشروع الاسرائيلي. نحن حنعمل محكمه شعبيه وعليهم ان يتحملوا. وفوق هذا كله انا حقول كلام اخطر وانا اتحمل المسؤوليه. بس لحظه معلش، هذا الفريق طالما هو عم بيكون صدى للمشروع الاسرائيلي نحن حننظر له انه هذا فريق لحده.
ونحن حول شغله عن المشروع الاسرائيلي. معلش يا استاذ رفيق، خليني اكمل جمله. اليوم مش جديد انه ما في اجماع على سلاح المقاومه في الداخل اللبناني. نحن يعني طالما قدمنا اولادنا وشبابنا ما كنا عم نلتفت ورانا للاجماع. نحن عندنا قضيه كثير كبيره، نحن كنا عم نشطنا فلسطين وعم نحرر ارضنا. كنا ليه بدك تحط القسم من الشعب يلي منه موافق على هذا السلاح انه متآمر مع اسرائيل؟ متآمرين مع شو هلا عم نمزح؟ هذا شو هو هذا شو هو؟ هاي لو ببلد في قوانين محترمه بتتعلق مشاني على هذا الكلام، شو عم نحكي؟ بس انا بدي اكمل نقطه. نحن قتلنا لحد بشو؟ قبل سعد حداد بالسلاح مش هيك؟ وين؟ بالداخل. كان على الارض اللبنانيه بدءا من اول عمليه للمناضل من الحزب القومي السوري وصولا للمرابطون اللي قتلوا على المتحف لغايه ما حررنا ارضنا وبعد في جزء منها. مش هيك؟ بشو قتلنا؟ بالسلاح، السلاح للداخل. إذا كنتوا أنتوا إسرائيليين بالداخل نحن حنقتلكم بسلاح. هذا كلام خطير. كلامه أخطر من خطير وحقول لك بعد. يعني أخطر. ما هي التهمة إنه السلاح عم بيوجه إلى صدور اللبنانيين ولا يوجه إلى إسرائيل. حاج يمزحوا، كل معركة بيروت 14 واحد 8 منهم من المعارضة كانوا. حاج يمزحوا، حاج يمزحوا، ال 1500 من عكار اللي جابوا سلاح اللي بعث لهم اياه عمر سليمان واللي درب لهم الضباط هذيك اليوم فلوا 23 واحد القبير. طيب. بس أنا بقول بعد كلمة صغيرة. لمعلوماتهم بس حأنقل وهن بيعرفوا أنا بنقل صدى الشارع ما بنقلش شيء ثاني. نحن هلا باطار قيام جبهه الدفاع عن المقاومه، الجبهه الشعبيه للدفاع عن المقاومه، وستستخدم هذه الجبهه كل الوسائل من اجل حمايه المقاومه وسنتعاطى معهم كعملاء. مين كعملة. يعني انتم من تقصد؟ مين تيار الناس؟ بكره بتشوفي تيار الناس. رح اتابع معك. اسمح لي ارجع من جديد للزميل ملك شريف مندوبنا الى بكركي ايضا للوقوف على اخر التطورات المتعلقه بانتخاب المطران بشار الراعي بطريركا جديدا للموادنه. مالك من جديد صباح الخير، وشو الجديد هلا؟ كاترين، رسميا اعلن انتخاب البطريرك رقم 77 لانطاكيا وسائر المشرق وهو المطران بشار الراعي، اعلن رسميا انه البطريرك رقم 77 في بيان تلاه المونسينيور يوسف طو امين سر البطريركيه المارونيه. هذا البيان تضمن اعلانا بان المطارنة انتخبوا وادلوا باصواتهم وجاءت الاصوات لصالح المطران بشار الراعي. وفي البيان ايضا تفصيل للمرحله المقبله، سيكون هناك حفل استقبال في الصرح البطريركي او حتى سيستقبل البطريرك الجديد المهنئين في 16 و17 و18 من اذار الحالي في الصرح البطريركي في اوقات محدده ما بين 9 صباحا و12 عشرة ظهرا والرابعه والثامنه من بعد الظهر. ايضا في هذا البيان تاكيد ان مراسم تنصيب البطريرك الجديد ستكون في قداس احتفالي ايضا في كنيسه الصرح البطريركي يوم الجمعه في 25 من اذار الساعه 10:30 صباحا. نهار السبت في 26 سيكون هناك استقبال ايضا في الصرح البطريركي على ان يترأس البطريرك الجديد قداس الشكر نهار الاحد في 27 من اذار، ويبدا عمله بعد ذلك منذ نهار الاثنين في 28 من اذار المقبل. كاترين شكرا لك مالك على هالمعلومات. برجع لك استاذ رفيق نصر الله، طيب لما استخدم هذا السلاح في 7 ايار وين استخدم؟ واستخدم في برج ابي حيدر واستخدم في مرة ثانية، هل كان يستخدم ضد اسرائيل؟ ليش ما عم تقولي استخدم بحلبة؟ ليش ما عم تقولي استخدم بمجد العنجر؟ ليش ما عم تقولي استخدم بطرابلس؟ ليش ما عم تقولي استخدم ضد مين؟ ضد مين استخدم؟ بسبعة ايار ضد اللبنانيين. اي كيف ضد اللبنانيين؟ ضد مين؟ مين شو استخدم؟ شوف طيب ضد مين؟ ضد مين استخدم؟ ليش ما بتحكوا عن 5 ايار؟ ليش ما عم تحكوا عن المؤامره حتى على 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 سلاح الاشاره بالمؤامره بالمقاومه؟ ليش ما بنحكي ب5 ايار والظروف اللي مهدت وشو كانوا مخططين وكيف كانوا نفس القصه عم بيعملوا هلا؟ استدراج حزب الله الى فتنه داخليه وتصويره على انه يسيطر على مؤسسات الدوله. يعني استدرج حزب الله يعني لم يستدرج معلش. لا يا عمي خلينا نحكي الامور مثل ما هي. شو صار ب7 ايار؟ شباب الاحياء بزقاق البلاط وبقلب بيروت قاموا على هذا الامر وخلصوا على القصه معلش. ومعروفين مين شباب زقاق البلاط والحزب القومي السوري؟ شو جبنا صواريخ رعد وبعده وسعد على على بيروت ولا رجمات الصواريخ ولا شو عم يحكي هذا؟ مين ما عنده؟ مين ما عنده؟ انا معك لقطع السلاح يعني بالسياره هلا. شو مين ما عنده سلاح ببيروت؟ في كلاشينات استخدمت واخذوا وقشطوا ال 1500 واحد لقطوهم مثل الارانب وهربوا، ما عارفين حالهم لوين جايين اساسا. فما حدا يحن قصة السلاح وكلمة السلاح، هاي بروباغندا أخذوا رأس الناس فيها للتجيش الطائفي وصوروا الأمر على أنه حزب الله وغيره. هالمرة حقلهم من هلأ
شباب بيروت السنة الوطنيين العربيين الناصريين التقدميين هني المرتجية، حتشوفوا منظرهم مثل شباب مصر مثل شباب تونس مثل شباب غيره، هني اللي حييجوا حاصلوكم ويطلعوكم من بيوتكم تماما مثل ما حصل مصر. طيب وحاجة تمسحوا حاجة تمسحوا في الثورة. لماذا كل هذا الرد العنيف من قبلكم من قبل ايضا غيرك من لا من شغلة انا ما بحكي لا باسم حزب الله شخصيات أنا في الاكثرية الجديدة انا لن بحزب الله على معلش لماذا هذا الرد العنيف طالما انه هالقد هن قليل هالقد ما بيأثروا متعامل بيكون خطير حتى لو كان لحاله ولو ليش من حاكم جاسوس بتبين انه في جاسوس واحد كان عامل هو وراء اغتيال لقضاء قادم للمقاومة يعني بدنا نضلنا قاعدين هل اذا مفكرين هن لكن يعني يشكروا الله انه في واحد اسمه سيد حسن نصر الله بحكمته هو اللي امر لمعلوماتهم ولمعلوماتهم كان في سيارات جيب شيروكي على كل مفرق كان يمكن يصير في احتكاك كان فقط لا يعمل حاجز ضد اي حدا يجي يقرب عليهم هن مارقين ولو بده يتم تعطيل المهرجان كان تعطل بكلمه مش بقمصان سود هالمره وانا بوعدهم هالمره مش حينزلوا بقمصان سود بس ساعتها يعني وين الديمقراطيه؟ اي ديمقراطيه؟ كيف الديمقراطيه ما بتشتري بالمال الناس الديمقراطيه يعني ما بتجيبي مليار في ناس الديمقراطية ما بتنزل على الشارع تقول نحن أي أي ضد شيء معين يعني أي نحن عندنا بالبلد يا كاترين نحن عندنا بالبلد ديمقراطيه تناسليه شو يعني؟ يعني بيموت رفيق الحريري بيجي ابنه، بيموت فلان بيجي ابنه، بيموت كذا هذا خلصنا منها هي بتنطبق على الكل اوف على الكل لوين على الكل اعطيني لشو؟ ليه؟ مين ابي بري معين ابنه في... والله في مين طريق شو في؟ مين في سيد حسن؟ سيد حسن يعني ما ما حضر لابنه لا يورط استشهد قدامه استشهد قدامه يا عيب الشوم عليهم هن مفكرين انه نحن حنتخلى عن دمنا نحن عنا شهداء نحن عنا اولاد نحن عنا سوق بيوت نحن عنا نحن معلش نحن هذا ان شاء الله مفكرين حنتخلى عنهم يخرب بيتهم شو انهم بلهاء يعني مفكرين لو اجت امريكا معهم وجربت ولو اجت اسرائيل بعمليه ثانيه يا عم اسرائيل نفذت ذخيرتها بالحرب 33 يوم وحزب الله والمقاومه بعدهم عم بيقاتلوا نحن لو بدنا يعني يقال نحن لو بدنا نفلت الشارع معلش خليني نكمل لو بدنا نفلت الشارع ولو بدنا بس بعيوننا بغضب عيوننا نحن بنعرف شو بنساوي ما حدا كله لا بدنا فتنه لانه قتالنا مش قتال ضد السنه بس انا زلمه ما بغضب نحن هذا الكلام ضد السنة. مش ايضا يعني عم بحكي يجعل عن, إنه... عن, عن سياسه بعض القاضي من هؤلاء اللي عم تصب مع الاسرائيلي بكل بساطه بكل بساطه عم يحط غازي يوسف يخطب يروح ينظف ده اول شيء من جون بولتون هذا باسم مين عم يحكي في فرق كبير يا كاترين بين الانسان اللي مسح على جبين ابنه مستشهد قدامه مستشهد ضل ثلاث ايام ابنه السيد حسن نصر الله بالعراق وقال قال هذا قربان لله في سبيل قضيه شريفه وبين الايد القذره اللي راحت تسلم لجون بولتون فرق كبير بين هاي الايد النظيفه هيدا هو اللي عم نقاتل عليه بين الايدي اللي حامل البندقيه لتقاتل الاسرائيلي وبين اللي مرتبطين بفلتمان وبكتيبه طيب. فلتمان وعم بيساووا اوعى يفتكروا حننساهم اوعى يفتكروا تعملوا محكمة شعبية وما إلى وتحرك شعبي طبعاً. وتجمع وما إلى ذلك طبعاً. برأيك اليوم طبعاً. على المستوى السياسي قلت لك أنا في جبهة للدفاع عن المقاومة ستتخذ كل الإجراءات خلص خلصنا طيب على المستوى السياسي كيف رح تواجه الأكثرية الجديدة برأيك خلصت خميس أول جمعة الحكومة لمعلوماتهم وبعد معلومات مؤكدة أي نعم وبعدها بعد لكل حادث حديث في اجراءات امبارح الرئيس ميقاتي انه راح يتنحى اذا لم يستطع يتنحى حمايه البلد حتى لو بده يتنحى للمره الاولى بيتحدث عن تنحي طالما اكد انه لم يتنحى مشكلة. ما الوزير عبد الرحيم راد جاهز اسامه سعد جاهز في كثير من رجال القبضيات كمان جاهزين اذا بده يتنحى هو ويغامر بمستقبله السياسي يتنحى ما فيش مشكله لكن مش قاعدين مع حدا طالما ما عندنا مشكله طالما بامكان الاكثريه الجديده انه تعين حيال حدا غير الرئيس نجيب ميقاتي ليش ما بقيت على خيار الرئيس كرامه لانه ارادت ان هي تضل محافظة على هدوءها وعلى التوازن وأعطته فرصة حتى لهول أجيبني أخي تشارك نحن ما عندنا مشكلة وهيدي نحن ما أخذنا حتى على المعارضة السابقة إن بعدها عم تمد إيدها وتقعد على الطاولة مع هؤلاء ورغم كل ما نملك من معلومات أليس لأنها هيدا جزء تدرك بسيط أليس لأنها هيدا جزء تدرك بسيط إنه ليس بإمكانها ولبنان لا يتحمل خليني أكمل سؤالي لبنان لا يتحمل حكومة من لون واحد حكم من لون واحد ليش العالم حتى حكومة سعد الحريري شكرا أرسل أكثر من رسالة للرئيس نجيب ميقاتي بهذا الاتجاه إنه حكومة من لون واحد ليست مقبولة في الداخل أنا أو لا أحد هو الزلمه هذا بياخذ انا لو لحد انا بدي اساله سؤال كيف بيفهم سياسي لا شو بدنا هلا ما عم بحكي عن الرئيس الحريري اليوم عم بحكي عن الرئيس نجيب ميقاتي المكلف يلي عم بتوصل له رسائل يعني احنا مثل ما عم نتسرب مثل ما عم نعرف من الامريكان ومن الفرنسويه ومن الكل طبعا انه ما فيك تروح على حكومه من لون واحد ما فيك تروح على حكومه من صالح الامريكان يكون في مسيطر صالح الامريكان يكون في حكم او حكومه بالبلد
مش مثل ما هن بدهم، ما نحن عارفين كان بدهم حكومه حتى هني حتى احد اهداف ال 2006 ها هيدي اقري ما بدها شيء اقري يعني خلينا نقرا هول ما بيكذبوا هالامريكان هذه الا اذا يعني هذه فضائح وهلا بعد بوعدهم في مزيد في شيء بشيب الراس هلا بعد بهالحلقه في افلام بتشيب الراس يلا بيقولوا لنا نحن هن هلا يلا شو شغله كاترين بكل بساطه المشروع هن الجماعه ناطرين هلا القرار الظني متوهمين انه بينحشر حزب الله بيقدم يا حرام تنازلات بيسلم سلاح او انه بيتعهد بهذا الامر ومن ثم لا هن عم بيقولوا نحن ندرك انه منا معركه سهله حزب الله اي بسيطه رح كان غيرهم اشطر وعلى كل حال انا بدي اقول له شغله لسعد الحريري نحن كنا حابين نسلمك سلاح بس مساقبي قد ما عندنا سلاح ما بيساعوا الوسط حواليك ما بيساع بنسلمك اياه بالوسط محل ما اخذت نص العاصمه ملك لك محل ما وردت 16 مليار انت وعائلتك طيب هلا شو القنبله اللي لا ما ما عند ما ما في دلونا على محل طاهر وشريف وفي جزء من الكرامه نعطيهم سلاحنا وفشر على رقبته شو هي القنبله اللي عم تحكي عنها؟ انه نتخلى عن بندقيه في كثير شغلات عم نعطيهم اياهم شقفه ورا شقفه طيب بيعرفوا هن بشو متورطين طيب. بيعرفوا هن بشو متورطين ولوين كانوا بدهم يوصلوا البلد وقديش هن ماشيين عم بتقول عم يراهنوا على فلتمان نحن ناطرينه لفلتمان طيب. وعدنا قبل نص السنه ونحن ناطرينهم وبدهم هلا يعني نحن ناطرينهم اذا مفكرين انه اول شيء مش حنستدرج لفتنه واللي معلوماتهم ستتسلم القوى الوطنيه السنيه الوطنيه العروبيه بيروت خلال قبل حزيران ها يعني كيف يعني كيف يعني رح تتسلم هي عمليا هي شو الترجمة لهذا الكلام بكره منشوف المفاجآت ما يفتكروا حالهم ان نحن قاعدين بالباي باي ما يفتكروا حالهم هذا الدلع السياسي لانه السيد حسن ما بده فتنه لانه الرئيس بري ما بده فتنه الرئيس بري اكثر واحد حمى سعد الحريري عمالي زيد عليه بغازي يوسف محمد بيضون وعمالي يقول له انت عم تقول انه 20 سنه ابوك لو ما هلا استشهد من 92 لهلا قديش كان سره معلش من نعم. 92 لل 2005 13 سنه اسمح لي استاذ رفيق مضطري انتقل الى بكركي مباشره وكلام المتران رولان ابو جوده تعقيبا على انتخاب المتران بشارع الراعي بطريق ما لحقنا الكلمة من أولها للأسف طبعا كان يمكن عم بيعلن عن هذا الأمر أو يعني انتخاب المتران بشارع الراعي بطريرك يعني أهون تهمة اليوم أهون وسيلة لمحاربة الفريق الآخر بالسياسة إنه نتهمه ونخونه يعني برأيك بعد بعد يعني هذا الكلام يؤثر في الفريق الآخر حل الشالي إما سعد الحريري ما كانش معاشر بيو أو كان الله يرحمه رفيق الحريري مش حاطه بصورة القصاص أو إنه هذا الزلمة اللي حاكمه هلا سمير جعجع وعم يديره وفلتمان وهالمجموعة ومجموعة المخابرات بالسعودية وقبله وعمر سليمان عم يتمسحوا هلا عم بيقولوا ضد حسني مبارك أمين جميل أنت وين كنت قبل بيومين؟ ولو قلت إن الرئيس المصري حسني مبارك خايف على الديمقراطية في لبنان أنت اللي عم تتمسح كنت وأنت يا مع عمر سليمان ونحن بنعرف تفاصيل شو عملكم عمر سليمان وضباط المخابرات يا سعد الحريري بلا هاللعب وبعض القوى الثانية ماشي الحال هل طب حالهم بهالإطار بهالليلين هن عم بيقولوا عم نسمع تصريحات إنه مين قالكم إنه هالقد النظام الجاي رح يكون يعني مختلف عن كيف بعد مش فرقاني معنا كيف ما إجا مش فرقاني معنا المهم إنه هداك انتهى انقلع لأنه بنعرف نحن شو ساوي على مستوى الساحات العربية كلها وكيف اخذ مصر الى اللا موقع والى اللا دور وهلا ان شاء الله حتى لو عقلوا بعضهم شباب واللي بدك اياه بس هذا الزمن انتهى انا بدي لك شغله وبيوم الايام حنحكيها بالتفاصيل لمعلوماته لسعد الحريري رفيق الحريري بيوم الايام دعم المقاومه بالسلاح مش بس بالدبلوماسيه وانا من الناس اللي عملت مقابلات بحياتي مع رفيق الحريري بعرف واستطيع ان اؤكد وهن اللي حواليه اذا بعض من فريق الحريري السابق موجودين هن الشهود كنا على الغداء سؤال بأي بالألفين لما كانش رئيس حكومة وقتها وقت اللي ما كانش كل هول اللي الدجالين اللي حوالين سعد يقربوا على رفيق الحريري لما طلع برات الحكومة نقلوا بارودي وقتها رجعوا نقلوا مهم أنا إلي أنا قال لي وأنا بحلف برحمة ابني وسمي لي شخص أن هذا الرجل لن يدخل بيتي طالما أنا طيب وأعطى عليه توصيفات يندلها الجبين بيستحي يقولها على الهواء بيعرفوا مين عن احد الاشخاص اللي كان عم يخطب هلا كان بساحه الشهداء الشخص الثاني ابو النظارات اللي كان خفان الشمس ما تخليني انشر لك صورتك انت عم ترقص
بدرعة بعرس بنته لرستم غزالي. عم تحكونا بالسيادة انت؟ اثنين ضلنا بقولوا الوصاية اختار رقصه بمناسبات اللي بيرقص على هيك وبيعرق قفاه هو عم يرقص لهذيك المرحلة، هلا عماله بيرقص لسعد الحريري وبيبسطوا ايده. عجبتني بوس ايدي لانه جاي كان المطلوب ان يتحول سعد الحريري الى امير المؤمنين على الطريقة السعودية ويبسطوا له ده. يا عيب الشوم على هذا المشهد لحاله بكفي. طيب لحاله مش بس انه الشلح، مش بس ستريبتيز اللي طار، مش بس عرض الازياء اللي حصل، مش بس المضمون السياسي الفارغ، مش بس البلاهه السياسيه. بدك تقولي لي معلش شو قالوا دخلك، شو قالوا على غير صح السلاح؟ شو في عندهم يقولوا لجمهورهم؟ وقت اللي بدك تكون رئيس حكومه بتسلم وسيقه لامير لرئيس وزراء قطر، كان عاملين شعار اساسي بيسلم الوثيقه بانه بيشرع كمان، هي موجوده اليوم. وانا بطلب من رئيس وزراء قطر، انا بعرفه شخصيا، يطلع يقول الورقه اللي معه موجوده. هل انت بلغت الرئيس الاسد بحلب ولا لا؟ الورقه غير ورقه وليد جبلاط، وشرع فيها. طيب وشرع، وقام السوريين ضغطوا على حزب الله من اجل انه يفوتوا بتسويه حزب الله.